الفوسفات ثروه وطنيه، هذه ما فيهاش مزايدات، ولكن الاضرار اللي تنعيشوها راه تنعيشوها بوحدنا في الاقليم. يعني والدينا اللي ماتوا في الغيران يعني بامراض مهنيه اللي ما اعترفش بها لوسيبي. حنايا الابتسامه تاعنا كاملين اللي جينا نقلبوا كاملين سناننا صفرين، يعني اثر الاستغلال تاع الفوسفات، اثر هذا الجو، اثر الاشعاعات تاع الفوسفات. حنايا تنعيشوا في واحد المنطقه اللي غير اهله للسكن. يعني لو اننا في دوله حقوق الانسان كما تيقولوا، لو ان ما تصيفش شي انسان على في المحيط تاع المجمع الشريف في صبار، لان هذه البلاصه يعني غير قابله، غير صالحه للسكن بالمره. حنايا دابا تنوقفوا الكيران، هي تنوقفوا تيقول لنا انكم تديروا واحد يعني خرق القانون. وليني شكون اللي غادي يوقف معانا حنايا على هاد لو سي بي باش نطبقوا معاه القانون، باش يعطينا التعويض عن الضرر على ابائنا اللي ماتوا في الغيران، اللي ماتوا ابناء امراض مهنيه. شكون اللي غادي يوقف معانا ضد على هاد لو سي بي باش يعطينا التعويض على الاضرار اللي كانت في الاقليم؟ يعني ديما حنا الامن، اجهزه الامن والمسؤولين ديما حنا هما الحلقه الضعيفه اللي في هذا الشيء كامل، اللي تتواجه بالاعتقالات وبالترهيب وباشكال النوع اللي ما تثبتش باي صله لحقوق الانسان. وكاين واحد الاخطبوط اسميتو لو سي بي، هو اللي محمي، يعني هو الدوله وسط الدوله في هذا الاقليم، ما كاينش اللي يهضر معاه. يعني حنايا تنقولوا اليوم لا، يعني هذا الاستغلال، يعني الى كان الوطن هما حنا، عاش الوطن، وليني الوطن راه هما حنا، الى ما كناش نعيشوا هنا راه الوطن بينا كاين.